شعارنا هو وحدتنا مصدر قوتنا، وهذا الشعار مو بغريب على هالقطر. إن شاء الله أننا متوحدين خلف هذا الشعار، مقيمين ومواطنين. صحيح هذا حلم وكبير أن تنظم كأس العالم في دولة عربية، إحنا فرحانين في هذا التنظيم والكل العرب فرحانة، ونتمنى يكون أفضل نسخة لكأس العالم. أنا حزين لعدم حضوري هذا المونديال ودعم بلادي قطر في المناسبة المهمة هذه، ولكن أنا سعيد لبلادي قطر وللعرب كلهم، إن شاء الله يتابعون كأس عالم حلو وجميل. أتمنى من أهل قطر والمقيمين التعاون مع الدولة في هذا التنظيم الكبير، وأتمنى من الضيوف اتباع الأنظمة والقوانين اللي راح تسهل من حركتهم في البلاد، وراح يستمتعون بالفعاليات الكبيرة والكثيرة في دولتنا الحبيبة قطر. أتمنى من ضيوفنا وضيوف المونديال أنهم يتعرفون على دولتنا الحبيبة قطر وعلى الشرق الأوسط، ويشوفون الصورة الحقيقية لدولتنا الحبيبة قطر وتقاليدنا وعاداتنا.